وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من 3 لـ5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. الطقس هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياتي عضو المركز العام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك على حالة الطقس النهارده، خصوصا ان احنا يعني اعتقد ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وده بالنسبة لنا كلنا مؤشر سعيد جدا. الحمد لله، طبعا النهارده في انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 لـ5 درجات عن الأمس. يمكن بالأمس انخفضت درجات الحرارة عن الذروة بمعدل 3 درجات، سجلت القاهرة امبارح حوالي 38 درجة مئوية. اليوم متوقع أن العظمى على القاهرة تكون ما بين 35 لـ36 درجة مئوية، والحقيقة دي هي المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة خلال هذا التوقيت من العام. بتبدأ تنخفض درجات الحرارة على مدار 48 ساعة الحاليين لتعود لمعدلاتها الطبيعية. زي ما قلنا العظمى على القاهرة هتكون ما بين 35 لـ36 درجة مئوية خلال ساعات النهار. كمان خلال ساعات الليل بدأت تنخفض درجات الحرارة عن الفترة اللي فاتت وعن ذروة الموجة، وهتبدأ الصغرى خلال ساعات الليل تسجل ما بين 23 لـ25 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى. علشان يكون الطقس زي ما حضرتك أشرت خلال ساعات النهار، الطقس الصيفي المعتاد خلال ساعات النهار هو الطقس الحار على شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى، لكنه بيكون شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية ده خلال ساعات النهار. وخلال ساعات الليل بتكون الأجواء معتدلة على كافة الجزء الشمالي من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لكن مايل الحرارة على المحافظات الجنوبية زي جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الحقيقة الانخفاض ده سببه تغير في مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا، خاصة على الطبقات الجو العليا. بنبدأ طبقات الجو العليا نتأثر فيها بوجود امتداد لمنخفض جوي. المنخفض ده طبعا على غير المرتفع اللي كان بيأثر علينا أثناء الموجة الحارة على مدار الأسبوع اللي فات. المنخفض ده يمكن بدأنا نلاحظ على بعض مناطق متفرقة اليوم من شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى وجود بعض السحب الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر. ده دليل بالفعل على اعتدال في الحالة الجوية أو عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية. الكتل الهوائية كمان اللي من مصادر مختلفة دي القادمة من على البحر المتوسط بتمتد وتتعمق اليوم وغدا حتى المناطق الداخلية من الجمهورية. حتى كمان محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد النهاردة وبكرة هتبدأ تحس ببعض التغيير في درجات الحرارة وفي الحالة الجوية. جنوب الصعيد اليوم وبكرة هيبدأ يسجل ما بين 41 لـ43 درجة بعد ما تجاوز 48 و49 درجة الأيام اللي فاتت. بالفعل هو اعتدال او انخفاض في درجات صحيح. الحرارة على مدار 48 ساعة، لكنه انخفاض مؤقت. احنا درجة الحرارة 36، هل نسبة الرطوبة مرتفعة ولا نسبة الرطوبة معتدلة؟ فهنبدأ نشعر بدرجات الحرارة المحسوسة بالنسبة لنا هي 36، ولا هنحسها يعني جو يكون هيبقى حر شوية اكتر؟ هي نسب الرطوبة بدأت ترتفع بالفعل بشكل تدريجي، لكنها طبعا ذروة ارتفاع نسب الرطوبة بتكون في شهر 7 وفي شهر 8، لكن بالفعل بدأت ترتفع نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات الليل. بالله خلال ساعات الليل نسب رطوبة مرتفعة نسبيا، ده بيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. لكن بالفعل هنشعر إن في تغير في الحالة الجوية بشكل كبير جدا. يمكن كنا بنسجل 41 درجة مئوية يوم الخميس والجمعة على القاهرة، اليوم وغدا هنبدأ نسجل 35 لـ36 درجة، فبالفعل هيكون في تغير محسوس وملموس. حتى وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة على العديد من مناطق الجمهورية، لكن نسب الرطوبة بترتفع بشكل تدريجي خاصة خلال ساعات الليل، ده بالنسبة لنسب الرطوبة. عايز أقول كمان لحضرتك إن الخرائط بتشير إن الانخفاض اللي هنشهده ده هيكون انخفاض مؤقت. ما أنا لسه كنت أسأل حضرتك، هل فعلا من يوم الثلاثاء هنعود في الارتفاع مرة تانية؟ إن شاء الله هيكون ارتفاع تدريجي، مش ارتفاع حاد ومش ارتفاع كبير، لكنه بشكل تدريجي.
هتبدأ من يوم الثلاث تتغير مصادر الكتل الهوائية مرة أخرى بشكل تدريجي، يعني تبدأ الثلاث ترتفع ل 37 38، وهيظل هذا الارتفاع التدريجي كل يوم هيكون أعلى من اليوم اللي قبله حتى نهاية الأسبوع على الأقل. يمكن الخرائط بتشير أنه على نهاية الأسبوع هتصل درجات الحرارة مرة أخرى إلى ذروتها لتتجاوز ال 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. بالفعل هتكون ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، لكن خليني أقول لحضرتك أن التغير وارد، لأن الفترة الحالية زي ما احنا شايفين طبعاً فترة تذبذبات بشكل كبير، فوارد تثبت هذه التنبؤات وترتفع درجات الحرارة لتتجاوز ال 40 على نهاية الأسبوع، وارد أنها تتغير وتبدأ تكون أقل من كده، لكن ما تشير إليه الخرائط الآن بشكل مبدئي تعرضنا مرة أخرى لبداية موجة جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة، هترتفع بشكل تدريجي بداية من يوم الثلاث القادم. صحيح، واضح جدا ان التغيرات المناخيه اللي بتمر بيها او بيمر بيها العالم كله هي بتاثر بشكل كبير مع ارتفاعات درجات الحراره اللي مش معتادين عليها في الوقت ده من العام كل سنه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 36 الصغرى 23، العاصمه الاداريه 36 23، اسكندريه 30 20، العلمين الجديده 30 20، مطروح 29 19، دمياط 31 25، بورسعيد 31 25، اسماعيليه 37 22، السويس 37 23، العريش 33 20، كاترين 31 15، طابا 36 23، حلايب 36 28، شلاتين 39 27، شرم الشيخ 38 28، الغردقه 39 28، الفيوم 37 22، بني سويف 37 23، الوادي الجديد 42 27، اسيوط 38 23، سوهاج 39 25، قنا 42 27، الاقصر 43 28، واخيرا اسوان 44 28. نستمتع بالاجواء المعتدله النهارده وبكره علشان في موجه حاره هتبدا معانا من يوم الثلاث اللي جاي، خلونا نستمتع بس اليومين دول. وفي انخفاضات فعلا ملحوظه بقيم تتراوح من 3 ل 5 درجات، والعظمى على القاهره النهارده 36 وبكره 35. هنرجع مره ثانيه لشاذلي ومنى عشان نكمل معاك فقرات صباح اليوم مصر. شكرا ليك يا دين. شكرا لي.